تتجه الأنظار اليوم لملعب كامب ناو ببرشلونة لاستضافة قمة المباريات اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بين فريق برشلونة وفريق أتلتيكو مدريد في قمة المباريات اليوم. الكل يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل التطبيق زر لايك واشتراك بالقناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب هذه المباراة في تمام الساعة 2:15 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 1:15 مساء بتوقيت غرينيتش. وسوف تناقش هذه المباراة على قناة بي ان سبورت واحد الناقل الحصري للمباراة. تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع. نتمنى يكون فرجة ممتعة. لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز فريق برشلونة المصنف مباراة اليوم أو فريق أتلتيكو مدريد الضيفة الثقيلة اليوم؟